طقس غير مستقر على السواحل الشرقية وكتلة هوائية باردة تندفع إلى المملكة مع ساعات نهار الغد بمشيئة الله وانخفاض على الحرارة شمالا، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. تتأثر المملكة يوم الغد بكتلة هوائية باردة، مما يؤدي إلى تدني درجات الحرارة في المناطق في شمال ووسط المملكة. كما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة، هذه الكتلة تؤثر على المملكة ابتداء من المناطق الشمالية وقد تصل إلى المناطق المتوسطة بما في ذلك العاصمة الرياض، لتتحول الأجواء ليلا من أن تكون لطيفة إلى أن تصبح باردة في ساعات الليل. أما ومع تزامن هذه الحالة وهذه الكتلة الهوائية، هنالك فرص بمشيئة الله ليكون هنالك بعض الزخات المطرية على السواحل في المنطقة الشرقية. أما في هذه الليلة في العاصمة الرياض، فهنالك أيضا احتمال لزخات من الأمطار. درجة الحرارة تصل إلى 17 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض، يوم الخميس من 25 درجة مئوية مع غيوم متفرقة إلى 12 درجة مئوية في ساعات الليل. يوم الجمعة هنالك بعض الأتربة، 19 درجة مئوية في ساعات النهار و10 درجات في ساعات الليل. أجواء مشمسة يوم السبت من 20 إلى 12 درجة مئوية. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا. نهارا 14 إلى 5 درجات مع رياح مثيرة للأتربة. في عرعر من 13 إلى 4 درجات. في تبوك من 14 إلى 5 درجات مئوية في ساعات المساء. في مكة المكرمة 25 إلى 17. في الطائف 21 إلى 12. في المدينة المنورة من 21 إلى 12 أيضا. وفي جدة من 23 إلى 17 درجة مئوية في ساعات الليل. في أبها من 19 إلى 10 درجات، في الباحة من 17 إلى 11 درجة، في جزان هنالك فرص لزخات أمطار رعدية بمشيئة الله من 29 إلى 25 درجة مئوية. في الدمام 23 إلى 16، في الإحساء من 25 إلى 14، وفي حفر الباطن من 20 إلى 10 درجات مئوية في ساعات المساء. في الرياض من 25 إلى 12، في بريدة من 19 إلى 7 درجات، وأخيراً في حائل من 14 إلى 3 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.